بسم الله ربنا اجعلنا ممن يتلقون منك الفهم والمعرفة ويطبقون حتى ترضى يا كريم يا عظيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى parmi les peuples des cités. Il y a les cités états, etc. les cités states, etc. أَفَلَمْ يَسِيرُوا انْتَشُوا الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَيْفَ عَمُورِيَّة وَأُخْتَ القريتان التي دمرت بغضب الرحمن وكانت آية لمن يريد أن ينتفع بآيات الرحمن. قوم سيدنا لوط عليه السلام كانوا من يعمروا بسعة التعبير قرية صدام وغمر. تجاب سيدنا لوط وتآمروا عليه السلام وتآمروا على الاعتداء على الملك الكريم الملائكة الكرام اللي جاءوا يبشرون بكونه سينجو بفضل الرحمن وأنجينا الذين آمنوا ولا إلا مرته هي تكون غارقين العذاب الأليم. وكان مكان هذه صدوم الغموض الآن الحق اليات إن صح رأي الذين قالوا أنهم وقعوا على آثار صدوم وغمور أن الأبحار تزداد متواصلة وستأتينا في أسرع الزمان لنا أخبار تتوافق مع جاء في القرآن في شأن هؤلاء الشاذين المنسيين. والسلام على رب على من رباه الله بالإسلام وبالإيمان وبالإحسان.